السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. على اليوم كيما راكم تشوفوا راني رايحه نبارطاجي معكم طريقتي كيفاش نوجد البركوكس ولا العيش. كل ريجيون كل منطقه كيفاش يقولوا له. حنديروه ان شاء الله بلي ليغوم بالخضره بالدجاج وبزيت الزيتون، يجي ما شاء الله يوالم بزاف مع هذا البرد. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه، على بالي بلي ما شاء الله كامل تعرفوا ديروه، بصح حبيت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو. وهنايا كيف كيف راح نشارك معكم واحد الدوزينه ناكلوها حنايا بزاف مع البركوكس، تجي بزاف بنينه فوالا وحره. هكا اللي ما يقدرش ياكل فلفل يقدر ياكل هاد الدوزينه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تنال اعجابكم. بسم الله نبداو بلي زانغريديون. اول حاجه عندي هنايا اون كونتيتي تاع البركوكس، استعملت انايا اليوم بركوكس تاع العوله، شللتو بيان بالماء ورنختو كالكو مينوت باش يطرى لي شويه. نتوما الا استعملتو بركوكس مفتول جديد فونيت با اوبليجي تشمخوه بالماء. هنايا عندي شويه لي ليغوم، استعملت حبيبه زروديه، حبيبه قرعه، وحبيبه بطاطا، قسمتهم كامل هكذايا دي بتي دي، ديروهم بشكل صغير. وهنايا عندي حفنه تاع لوبيا مونشتو ولا لوبيا الخضراء، كيف كيف قسمتها هكذايا بشكل صغير. هنايا عندي كميه قليله تاع صدر تاع الدجاج. هنايا عندي حبيبه بصل رابيتها بيان. هنايا تاني عندي حبه طوماطيش، نحيت لها القشره تاعها ونحيت لها الزريعه ورابيتها. بالنسبه لي زيبيس نحتاج برك شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه فلفل عكري. عندي هنايا تاني زوج سنينات تاع الثوم غابي، مغرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماط كونسونطري. وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع فلفل حلو. فوالا انايا توجور هذا الفلفل الحلو نكونجليه في الكونجيلاتور كما سبق ليا في لي فيديو سابقين، قلت لكم بلي توجور يكون متوفر عندي. نفورو نرحيه نميكسيه بيان، نديرو في لي ساجي دو كونجيلاسيون ونحطو في الكونجيلاتور. نستعملو بزاف في طيابي سورتو في الشتا. ونحتاجو هنايا تاني ثلاث مغارف تاع ماكله تاع الزيت. الوغ هنايا نبداو لا بريباراسيون. اول حاجه ندير هذيك الكميه تاع الزيت. بعد ما سخن شويه الزيت ديالي هنايا راني رايحه نزيد هذيك الحبيبه تاع البصل غابي. نزيد نضيف عليها هذيك الحبيبه تاع الطوماطيش. ونزيد هذاك لو مورسو تاع البولي، المورسو تاع الدجاج. نتوما تقدروا مام البركوكس ديالكم ديروه بلا دجاج، انا كي كان متوفر عندي فوالا كان في الكونجيلاتور قلت نستعملو. نقلو بيان هاد البصل الطوماطيش والبولي والدجاج، نقلوهم مليح. بعد ما تقلى لي هنايا بيان هذاك الدجاج ديالي مع البصل والطوماطيش، هنايا نزيد عليه هذوك السنينات تاع الثوم، ونزيد هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع فلفل حلو فوالا لي قلت لكم توجور نحتفظ به، يبنن بزاف في الماكله يجي هايل. ونزيد هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماط كونسونطري، طوماطيش تاع البطاطا. توجور نكمل نقلي كامل هاد لي زانغريديون ديالي كيف كيف. هنايا في هاد لي طاب نحط كامل هاد الخضره، هاد لي ليغوم فوالا قلت لكم قطعوهم بشكل صغير. هنايا تقدروا تستعملوا الخضره اللي عندكم، تقدروا ما تستعملوا الجلبانه فوالا. كل واحد كيفاش يدير البركوكس، كل ريجيون كيفاش، كل منطقه كيفاش يديروا فوالا. ولا بالي كامل ما شاء الله عليكم تعرفوا ديروا البركوكس، اون ريسيت سهله. جست انايا اليوم درتها العشاء مع هاد البرديت وحبيت نبارطاجي معكم لا فيديو. فوالا نخلي كامل لي ليغوم ديالي يتقلاو ويشربوا هذيك البنه تاع الطوماطيش البصل والبولي. هنايا راني رايحه ندير لهم لا سيزونمون تاعهم، قلت لكم انا راح نستعمل غير شويه ملح، شويه فلفل كحل، وشويه فلفل عكري. في البركوكس تاع اليوم استعملت غير هاد لي زيبيس فوالا، كل خطره واش من ليبيس نستعمل على حساب البركوكس تاع لا ريجيون اللي راني رايحه نديرو. فوالا نقلو كامل هاد الخضره تاعنا مع البولي، يشربو كامل البنه تاع لي زيبيس. فوالا سي تري فاسيل، ما كاينش وحده ما تعرفش دير البركوكس. فوالا مع هاد البرديتو هذا واش يوالم، ماكله سخونه بنينه اون بلوس، فيها الخضره فيها توالم للكبار وتوالم للصغار. فوالا نخلي لي ليغوم تاعي يتقلاو بيا. الو هنايا توجور مازال نقلي في هذاك الدجاج مع الخضره فوالا، نقليهم بيان. كيما قلت لكم هنايا تقدروا تستعملوا الخضره اللي حبيتو، ميم في لي زيبيس تقدروا تستعملوا ميم راس الحانوت. كل واحد كيفاش يوجد البركوكس ديالو ولا كل واحد كيفاش يطيبو، يختلفوا لي غوسات من منطقه لمنطقه من ريجيون لريجيون، يختلف تانيك الاسم تاعو، كان يقولوا له بركوكس، كان يقولوا له العيش، كل واحد واش يقول له فوالا. الله يبارك بلادنا
معمره بالاطباق التقليديه. كل منطقه كيفاش توجد لي بلا تاعها. فوالا هنايا بعد ما تقلاو لي بيان راني راح نمرقهم بالماء سخون. فوالا ما نمرقوش بزاف، جوست تغطى انه هاد الخضره ويتغطى لنا البولي. فوالا مرقوا بالماء سخون الماكله تاعكم باش تجيكم بنينه بعد ما تقلوها بيان. عطوها وقتها في التقليه باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا نغطي على الطنجره تاعي ونخلي كل شيء يطيب في غردو. هنايا بعد ما طابلي المغصو تاع الدجاج ديالي هنايا نحيه فوالا ونحطو فيه تبسي ابار. هنايا نزيد هذيك لا كونتيتي تاع البركوكس. فوالا بسم الله. كيما قلت لكم انايا كنت شمختو باسكو استعملت تاع العوله، وتاع العوله كيما على بالكم يجي شويه يابس. نتوما الا استعملتوه جديد سي با اوبليجي باش تشمخوه بالماء. فوالا انا شللتو مليح وخليته مرنخ مده 10 دقائق هكذاك حتى طرا لي شويه. فوالا ونحركو كامل هذاك البركوكس ديالنا ونخلوه يطيب في غردو. نفقدو هنايا البركوكس تاعنا، شوفو وين وصل في لاكويسون، وين وصل في طيابو، راهو يبان طايب كومبليتمون. فوالا هكذا نرفدو حبيبات ونشوفو اسكو راهو طري، اسكو طاب، اسكو فوالا سي بون راهو واجد. نطفيو عليه بيان سور. هنايا راني رايحه نشارك معكم واحد الدوزينه بزاف خفيفه وتجي بنينه، دوزينه تاع هريسه. رانا رايحين نعاودو نديرو لها لي زيبيس توالم بزاف مع البركوكس، توالم بزاف هاد الحر. الو بلا ما نطول عليكم نعطيكم هاد لاستيس وشوفوا هاد لي زانغغيديون. نحتاجو هنايا كميه تاع الهريسه نيمبورت كال مارك موالفين بها، نحتاجو هنايا كميه قليله تاع الحشيش قطعته رقيق. في لي زيبيس نحتاجو شويه ملح وشويه بسباس، بسباس مرحي تلقاوه يتباع عند لي بيعو لي زيبيس. هنايا نحتاجو 3 سنينات تاع التوم غابي، وهنايا فنجان تاع كاس ماء. ما راح نستعملوه حسب الحاجه. الو هنايا نبداو هاد لا بريباراسيون. في بول نديرو هذيك لا كونتيتي تاع الهريسه، بالنسبه لا كونتيتي على حسب حسابكم نتوما شحال تحبوا بيان سور. فوالا نخدموها في بول، تجي بزاف بنينه وتوالي بزاف مع لي بلا تاع الشتا. هنايا نزيدو على هذيك الهريسه هذوك 3 سنينات تاع التوم، التوم تاعك على حساب لو شوا تاعكم، حساب الذوق تاعكم. هنايا حنايا غابيناها، غابيناها بيان، سكرفجناها. نزيدو هنايا لي زيبيس، استعملنا كيما قلت لكم شويه ملح والبسباس مرحي، راه تجيكم بزاف بنينه. شاركوها وقولونا رايكم في لي كومونتير. فوالا الو دوكا كنزيدو لها هنايا كميه تاع الحشيش، قطعوه شويه رقيق باش كي تاكلو ما تحسولوش. فوالا دوكا نضيفو عليه ما سخون، لازم في هاد الهريسه ولا في هاد الدوزينه نديرو ما سخون. فوالا ما ديروهش كومبليتوم، قرمو كميات قلال باش تشوفو لا تيكستور تاع الهريسه تاعكم ولا تاع هاد الدوزينه كيفاش تجي. الو نخلطوها بيان، فريمون ريحتها ما شاء الله بزاف هايله. وتانيك توكل مع لي بلا كيما قلت لكم تجي هايله في بلاصه الحر. فوالا اللي ما يحبوش ياكلوا الحر ولا يكونوا ما يقدرولوش يقدروا يستعملوا هاد لاستيوس. هاوليك هنايا البركوكس تاعنا في الشكل النهائي بعد ما وجد. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه جاي شهي ما شاء الله. هذاك المغصو تاع الدجاج فتتو، فوالا فتتو بشكل صغير. زدت عليه تاني كميه تاع الحشيش، البركوكس يتماشى بزاف مع الحشيش. وهنايا راني رايحه نزيد عليه انفيلي تاع ويل دوليف تاع زيت الزيتون، راح يزيدنا في البنه وفي لي فيتامين بيان سور. فوالا شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وانتو كذا وشي والم مع هاد البرد. وهنايا عندنا هذيك الدوزينه تاع الهريسه اللي دوزناها كيف كيف. هاي كيفاش تجي، هادي تاني كتجي بزاف بنينه. انا نقول لكم جربوها وخلوا لي رايكم في لي كومونتير. وهنايا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. الى عجبتكم ما تنساوش ان جيم، ان بارطاج، اي ان كومونتير. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع غوسات جديده. مع السلامه.